الهند تؤكد عزمها توسيع حجم التعاون مع السودان. السودان يستنبط 4 عينات جديدة من الأرز الهوائي. ارتفاع الدولار يدفع الذهب للهبوط. المشاهدون الأفاضل، مرحبا بكم في الحدث الاقتصادي، ونستعرض فيه طائفة من أخبار الاقتصاد المحلية والإقليمية والعالمية. وملف اليوم نناقش فيه تغيير المناخ وتأثيره على البيئة في السودان. ونناقش في قضية اليوم أيضا إعلان المجاعة بأجزاء من دولة جنوب السودان وإنعكاسها على دول الإقليم من بينها السودان. التقى السيد إبراهيم أحمد غندور وزير الخارجية رئيس وفد السودان في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الوزارية السودانية الهندية المشتركة على هامش أعمال اللجنة بمعالي السيد فريق دكتور في كي سينغ وزير الدولة بوزارة العلاقات الخارجية الهندية اليوم. وتداول الاجتماع حول آليات المتابعة والدفع إلى الأمام بالمحاور المختلفة التي تناولتها أعمال اللجنة المشتركة أمس الاثنين، بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات الهندية ومساهمة الهند في مشروعات التنمية بالبلاد. أغلق مؤشر سوق الخرطوم اليوم للأوراق المالية منخفضا عند 3000 نقطة. وفي معاملات اليوم ومقارنة مع مؤشرات التداول يوم أمس، ارتفع كل من حجم التداول من 7,117,535 جنيها إلى 32,782,500 جنيه. وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 55,923 ورقة مالية إلى 246,447 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 340%. وعدد الصفقات المنفذة ارتفع من 59 صفقة إلى 94 صفقة. في مجال حركة الأسعار، شهد قطاع البنوك وشركات الاستثمار اليوم استقرار سعر السهم كل من بنك فيصل الإسلامي السوداني عند 5 جنيهات وبنك الثروة الحيوانية عند 0.9 جنيه. دعا الأمين العام للأمانة العامة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية دكتور ياسين عيسى للاستعداد الكامل لمسألة الانضمام للمنظمة، داعيا القطاع الخاص للاستعداد بالصورة التي تمكنه من المنافسة وإيجاد مكان له في مسألة التجارة العالمية وتهيئة البيئة الداخلية. وحث عيسى في تصريح لوكالة السودان الرسمية للأنباء يوم الثلاثاء على التركيز على الإنتاج وأن يكون هنالك إنتاج كبير بجودة عالية وبتكلفة أقل، والاستفادة من مزايا فتح الأسواق. ورأى أن السودان سيستفيد من حجم التجارة على مستوى العالم حال الانضمام، حيث تضم المنظمة العالمية 164 دولة وتحتكر حوالي 98% من حجم التجارة على مستوى العالم، وتبقى فقط 2% من حجم التجارة متوفرة للدول التي ليست لديها عضوية في المنظمة. وجه دكتور محمد يوسف وزير الصناعة اللجنة الفنية لقطاع الصناعة المساندة للآلية المشتركة بين القطاعين العام والخاص لاستنباط آلية مجزية وجاذبة لجذب مدخرات المغتربين، والتي وصفها بالكبيرة لاستثمارها في القطاع الصناعي. واستمعت اللجنة إلى تقرير لجنة السياسات المالية والنقدية والصناعية والتمويل قدمه الأستاذ قريب الله عمر حامد رئيس اللجنة. وأشار التقرير إلى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% خلال الأعوام الماضية، محققا نسبة نمو بلغت 10% في العام 2015 و2000، داعيا إلى أهمية وضع المصارف المتخصصة عند إعداد السياسات المالية والنقدية والتمويلية للقطاع الصناعي، إلى جانب تكوين المحافظ الاستثمارية من المؤسسات المالية لتأسيس مشروعات صناعية كبيرة. أعلن الدكتور سامي محمد أحمد نائب المنسق القومي لبرنامج بحوث الأرز بهيئة البحوث الزراعية عن استنباط عينات جديدة تميزت بإنتاجية والجودة العالية والنضج السريع من الأرز الهوائي، شملت العينة كوستي 1 وكوستي 2 وأمجر وأكرا.
وارجع دكتور سامي عدم وجود صادر من الأرز في السودان لعدم جودة دخل التركيبة المحصولية، حيث يزرع بطريقة تقليدية في ولاية النيل الأبيض ولا تتجاوز الإنتاجية الاستهلاك المحلي، ولفت إلى التدابير التي تمت مع شركات القطاع الخاص لزراعة الأرز بصورة حديثة، وذلك باتباع الحزم التقنية والأصناف المحسنة في العامين الأخيرين، إلى جانب اهتمام وزارة الزراعة بالولايات بإدخال محصول الأرز وزراعته وسط المزارعين للصادر. اعتبر وزير المعادن دكتور أحمد محمد الصادق الكاروري مشروع استغلال خام النحاس الموجود بمربع الامتياز التابع لشركة أرياب للتعدين بأنه أحد المشاريع الكبرى بالبلاد لجهة عدم وجود لصناعة النحاس والحديد في السودان ودول الإقليم المجاورة. ودعا الوزير خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس مجلس إدارة شركة صهر النحاس السعودية وأحد ملاكها الشيخ فهد العنيزي، دعا المستثمرين السعوديين للدخول في صناعة النحاس في السودان كخطوة أولى يمكن بعدها الانتقال إلى صناعة أخرى قريبا. وأوضح الوزير أن الاستثمارات السعودية ستجد كل الدعم من السودان. ترأس نائب رئيس الجمهورية حسب محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم اجتماع فريق عمل دراسة القضاء على الجوع في السودان بحلول العام 2030 وفقا لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح البروفيسور أحمد علي جنيف رئيس فريق الدراسة في تصريحات صحفية أن الفريق القومي للدراسة يضم المنسق العام بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله وعضوية 7 آخرين من الخبراء والباحثين بتكليف من برنامج الغذاء العالمي. وأبان جنيف أن منهج الدراسة يقوم على تحليل الواقع الغذائي بالبلاد ومن ثم تحديد الفجوات ثم التوصيات بمشاركة المؤسسات ذات الصلة وصولا إلى وثيقة نهائية للدراسة تقوم على رؤية استراتيجية. وأشار إلى أن السودان وافق على هدف التنمية المستدامة منذ العام 15 و2000 والتي ستستمر حتى العام 2030. اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية على سير الاستعدادات لحصاد العروة الشتوية خاصة فيما يلي محصول القمح والذي تمت زراعته في مساحة تقدر بحوالي 627 ألف دان. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء بروفيسور إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات، والذي أوضح في تصريحات صحفية أنه تمت معالجة كثير من المشكلات التي صاحبت بداية الموسم الشتوي، وأكد جاهزية وزارته لعمليات الحصاد اعتبارا من منتصف مارس القادم، مبينا أن هنالك 800 حاصدة ستعمل في حصاد الموسم بالتعاون مع البنك الزراعي. وقال إن عددا من المزارعين بدأوا في التعاقد مع البنك الزراعي للحصول على هذه الحاصدات. ونبقى الآن مع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب ما ورد من بنك السودان المركزي. وننتقل عقب الفاصل لمناقشة تفاصيل ملف اليوم، ابقوا معنا.